أنتقل مباشرة إلى أربيل مع مراسل الأخبار الآن من هناك وسام يوسف. وسام، مساء الخير، أهلا بك معنا. كنت يعني في تل عفر، كنت على أرض المعارك مع القوات العراقية على الأرض، وبحسب المعلومات التي جمعتها من هناك والتي وصلتك الآن أيضا عبر حديثك مع القادة، إلى أين وصل تقدم القوات العراقية في تل عفر وماذا يجري الآن على الأرض؟ نعم، في اليوم الثاني من لليوم الثاني من انطلاق عمليات تحرير تل الأحمر. هذا النهار انطلق المحور الجنوبي ايضا الذي هو قوات مكافحة الإرهاب تقوده، انطلق هذا اليوم ايضا، إضافة الى المحور الغربي الذي انطلق امس مع اعلان عمليات تحرير تل الأحمر. قوات الشرطة الاتحادية في المحور الغربي اليوم تمكنت من التوغل مسافة 19 كيلومترا إلى في اتجاه حدود مركز قضاء تل الأحمر، وأصبحت على بعد 6 كيلومتر فقط من حدود الإدارية لمركز القضاء. تمكنت أيضا من تدمير 13 نفقا كانت تعملها مقاتلو داعش في التخفي والتنقل في القرى، إضافة إلى كتفين من العتاد وسيارتين مفخخة وبعض الدراجات النارية التي كان يتخذها مسلحو داعش في التنقل. بما يخص المحور الجنوبي، محور مكافحة الإرهاب، تمكنت القطاعات من تحرير 5 قرى هذا النهار، أبرزها قرية المجيد المحاذية إلى للطريق الذي يربط مدينة الموصل بسوريا. نعم. قوات مكافحة الإرهاب على بعد 10 كيلومتر حاليا. من المؤمل خلال الأيام القليلة الماضية أن تنطلق المحاور الأخرى، المحور الشمالي والشرقي، لتضييق الخناق أكثر على المقاتلين المتمركزين في داخل مدينة الأحمر. نعم. طيب وسام، ماذا بالنسبة للمدنيين؟ هل سجلت أي حركة نزوح للمدنيين؟ وإلى أين يتجهون بالتحديد؟ يعني إلى أي من المخيمات؟ نعم، لم تسجل أي حركة للمدنيين خلال اليومين الأولين من عمليات تحرير تل الأحمر، ولكن القوات العراقية تتوقع أن تتجه يكون اتجاه المدنيين إلى شرق منطقة تل الأحمر، أي باتجاه مدينة الموصل، حيث على الطريق الذي يربط العراق في سوريا خصصت القوات العراقية مخيم أولي لاستقبال النازحين، وزودته بفضل بعض المستلزمات الطبية والعلاجية لغرض استقبال النازحين. ولكن اليوم الثاني لم يتمكن أي من النازحين الذين لا يزالوا متواجدين خاصة القرى الشرقية لقضاء تل الأحمر، ربما بسبب عدم انطلاق هذا المحور الذي هو محور الفرقة 15 إلى الشرق من مدينة تل الأحمر. نعم، شكرا لك وسام يوسف مراسل الأخبار الآن، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل.